شطارة، مسمار في إيده في إيده، سايب علامة علامة، خشبة ودمه سلمنها ياما. في دق إلهي صلب وقيامة، وهو ده الإنجيل، ده أحلى بشارة. صباح الخير حبايبي الحلوين، واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات عمو بشاره. حلقه مميزه، بنصور خارجي في الجناين والهواء الطلق والشمس الجميله في الصيف. حبايبي احنا معايا النهارده مجموعه اطفال جمال خالص. ازيكم يا اولاد؟ لا علوا صوتكم. ازيكم؟ كويسين. مبسوطين؟ عايزين ايه؟ عايزين تسمعوا حدوته؟ اه. طب انا النهارده بقى احكي لكم حدوته جميله خالص من الكتاب المقدس يا مايكل. حدوته بنتعلم منها ازاي ان ربنا جميل وموجود دايما معانا وواقف معانا، ومهما حصل لنا هو في الوقت المناسب بيحوط علينا وينقذنا من اي خطر. حدوته النهارده عن أستير. أستير بنت يهودية جميلة خالص، باباها ومامتها ماتوا وهي صغيرة، وتولى تربيتها ابن عمها مردخاي. مردخاي ابن عمها كان شغال في قصر ملك عظيم خالص اسمه أحشاويروش. الملك ده كان عنده قصر كبير قوي، وهو كان ملك فارس كلها. أحشاويروش كان متجوز، كانت زوجته الملكة وشتي. وجي في وقت كده يا مايكل، الملكة وشتي كانت على خلافات مع الملك أحشاويروش، وما بتطيعوش وما بتسمعش كلامه خالص. فقرر بقى إنه يجيب زوجة تانية تبقى ملكة مكان الملكة وشتي. وجي اختياره على مين يا أولاد؟ على أستير. من وسط كل البنات ربنا خلى ادها نعمة في عينيه، فاختارها تبقى هي الملكة. وفي الوقت نفسه كان الملك ده عنده زي وزير أو نائب ليه اسمه هامان. كان حد متكبر كده ومتعجرف وحاجة، كان يعايز كل الناس اللي في القصر أي حد يشوفه ينحنيله ويعامل الناس بذل كده بطريقة وحشة خالص. الوحيد اللي ما كانش بينحنيله مين؟ مردخاي ابن عم أستير. فطبعا همان بقى راح قال للملك بقى عايز ينتقم من مردخاي ومن اليهود كلهم شعب ربنا. فراح قال للملك كلام غلط عن الناس دي، وانهم ما بيحبوكش يا مولاي، وبيقولوا كلام غلط عليك ومش بيحترموك. الملك اتغاظ جدا، وقرر في ساعة غضب كده انه هيقتل كل شعب اليهود. طبعا هنا أستير كان ليها دور مهم خالص. هي طلبت بقى انها ايه؟ تقابل الملك وتتكلم معاه. صلت كتير الاول قبل ما تروح تقابل الملك، وربنا ادها نعمه انها يعني انه يسمعها ويعرف الموضوع. وفعلا عملت احتفال كده ودخلت للملك وحكت له كل حاجه في وجود هامان. في وجود همان اللي هو الراجل الشرير ده مايكل، وحكيت له كل حاجة وعرفته ان همان ده كان بيكذب
وإن شعب اليهود ما عملوش حاجة وهم شعب كويس وبيحبوا ربنا. والملك عرف الحقيقة عاقب همان وبعده خالص عن الحكم وخلى مردخاي هو النائب بتاعه مكان همان. ولحد كده خلصت الحدوتة يا أولاد. إنما نتعلم منها حاجة برضو مهمة خالص، إن ربنا في الوقت المناسب إيه بيتدخل وبينقذنا من أي خطر، بس لازم نكون إحنا قريبين من ربنا نصلي له ونطلب منه إنه يتدخل في حياتنا. حلوة الحدوتة؟ آه. عجبتكم؟ آه. طب عايزين إيه دلوقتي إحنا بقى نعمل إيه بقى؟ عايزين نسأل السمك. لا بس قبل ما نسأل الأسئلة معايا موهبة جميلة خالص نتعرف عليه الأول. أنا اسمي فلوباتير وعندي 8 سنين. فلوباتير يا ولاد بيقول ألحان جميلة خالص، وهيقول لنا النهاردة يا مايكل لحن قبطي عظيم عشان العذراء. راشي نقوتي سقوتو كوس ماريا اسما فينيسوس بخريستوس الفرح ولا الفرح لك يا والدة الإله مريم أم يسوع المسيح راشينك أبي مارتي روز بشوي سيب أورجي أورجيو أوس الفرح لك أيها الشهيد سيد للملك جورجيوس راشيني أوشيري إنسيون سيدي لمافيس مافي مي أورو سليل مفنوتي إم بين بؤسوس تلالو يمفنوتي إن ياكوب افناس يليل انجين ياكوب افنا او نوف انجبي اسرائيل سيناس يليل شاني اني انسي او انهن او هلبيس فاس يليل ستين الو او الهيتين نوتين امبير كوت. برافو زعفولو كتير شاطر خالص كتير كله بطير هايل خالص. على فكره نشجع كل اصحابنا، يعني الالحان حاجه جميله قوي والاعياد والصيامات والنهضات الحاجات دي تشجعنا نحفظ اكتر، وزي ما فلوباتير كده ورانا وهو حافظ قد ايه جميل كلنا نتشجع في فلوباتير بنقولها في الكنيسه. برافو عليك، احنا اصحابنا كلهم بيروحوا النهضات وبيحضروا طبعا نهضه العذراء الجميله كلنا بنحبها قوي. طيب اهلا بيكم، وصلنا النص الثاني من فقرتنا او من حلقتنا النهارده يا بشاره. خلصنا الفقره الجميله بتاعت القصه اللي بنفهم منها ونحفظ منها حاجات كتير وتعليم كتير قوي. احلى حاجه كمان الكتاب المقدس بيشرح لنا قصص لكن مغزى بتاعها جميل ونعرف منها مبادئ جميله خالص. دلوقتي يمكن عندنا الفقره اللي جايه هتكون فقره المسابقات، اللي اصحابنا اللي مشرفينا كلهم معانا النهارده في الجنينه الجميله والواسعه دي هيكونوا كمان بيتسابقوا معانا عشان يكسبوا احلى جوائز يا رب ينبسطوا بيها قوي، بس اهم حاجه يجاوبوا على اسئله عشان ياخدوها. صح يا بشاره؟ طبعا. هتديهم كلهم جوائز؟ طبعا. اهم حاجه ينبسطوا. طبعا احنا جايين عشان ننبسط يا بشاره. طبعا. وصلنا فقره المسابقات، يلا بينا يا اصحابنا. كل الناس يفتكروا على طول مسابقتنا اخبارها ايه او عباره عن ايه، وهنا الفقره بتاعتنا بتكون المتسابقين اللي موجودين معانا هم اللي بيتسابقوا معانا، مش التليفونات لكن هم اللي موجودين هم اللي ليهم الحق ان هم يتسابقوا معانا. عم بشاره عنده البلوره بتاعته مليانه اسماء كل اصحابنا اللي موجودين معانا. اختار اسمين نعمل سؤال سرعه عم بشاره، بعدها نشوف اللي يكسب سؤال السرعه بتاعنا ليه الحق ان هو يقعد جنبي ويتسابق بقيه المسابقه. نشوف يعني اول اختار اثنين دلوقتي. اختار اثنين يا مشار. نختار اثنين. نيكول تامر. نيكول تامر فين؟ فين نيكول؟ فين نيكول؟ تعالي تعالي يلا بسرعه، برافو عليكي. امسكي المايك من عم بشاره. مايك خليه على بقك. والاسم الثاني يا مايكل ماثيو. مايكل ماثيو ماثيو يلا جنب انكل مايكل.
قول لهم التعليمات بقى انكل مايك. اهم حاجه في سؤال السرعه بنهتم بيها عشان كل اصحابنا كمان لسه هنعمل كلنا اسئله سرعه، لازم مايك يبقى قريب قوي من بقنا. ماشي ماثيو؟ ماشي مركزه معايا، كله مركز معايا، المايك قريب من بقنا. اهم حاجه نقول الاجابه بصوت عالي جدا، مفيش وقت. اهم حاجه اول ما نسمع السؤال نعرف الاجابه بتاعته نقول الاجابه. طيب مهم المايك يبقى قريب من بقنا، مهم نجاوب بسرعه جدا. ثالث حاجه لازم الاجابه تبقى صح. متفقين؟ يلا نشوف السؤال بتاعنا بيقول ايه. معانا نيكول وماثيو الاثنين جاهزين. السؤال بيقول كم عدد شهور السنه القبطيه؟ مين يعرف عدد شهور السنه القبطيه كام؟ 11 شهر ولا 12 شهر ولا 13 شهر؟ 12. نيكول خلاص جاوب. نيكول عندك اجابه؟ انا لسه جايه. مش عارفه لسه جايه. 12 ولا قال كام؟ قال 12 شهر. الاجابه مش مظبوطه، 12 شهر مش مظبوطه، ونيكول كان عشان لسه جايه فمش عارفه قوي. بس لسه عندنا سؤال تاني وعندنا فرصه تانيه. ماشي نيكول هنركز. السؤال التاني بيقول قيل عنها انها احيا جميع الحيوانات. احيا جميع الحيوانات، فمن هي؟ السلحفاه، الثعبان ولا الثعلب؟ احيا الحيوانات يعني عندها حيله كده مكاره شويه. اه الثعلب. طب استنى احنا نقربها لكم. ها بنتكلم على السلحفاه ولا الثعبان اللي هو الحيه ولا الثعلب؟ الثعلب. ثعلب. عندك اجابه يا نيكول ولا برضو لسه جايه؟ لا بصوت عالي في المايك هتقولي لي ايه؟ يعني بقول انا لسه جايه مش عشان بابا سخنة هنا. اه انت لسه جايه. طب خلاص يبقى نقول سؤال ثالث، وده يبقى اخر سؤال لينا واخر فرصه لينا. مفيش فرصه تاني بقى. اه عشان كمان نيكول لسه جايه. طيب اخر سؤال ليكو ماثيو ونيكول، ركزوا معايا بقى. خلاص ده اخر سؤال لينا واخر فرصه لينا، ان شاء الله حد فيكم يكسب صح او يجاوب صح. يلا السؤال بيقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك. سؤال سهل ده. ما هو رقم المزمور؟ بقى صعب. 51 41 22 22. نيكول قولي لي اي رقم. 51 41 22 22. هما الاثنين قالوا 22. ادي فرصه للاثنين تانيين. الاجابه مش مظبوطه. معلش طيب نحط ندي المايك على مبشره. نيكول ادي المايك بتاعك على مبشره. يلا ماثيو نيكول رجعوا مكانكم تاني بسرعه. ميرسي نيكول اموره خالص. طيب حلو خالص، عندنا لسه اسئله كتير على مبشره. طبعا متسابقين كتير قوي وكل اصحابنا مستعدين يسالوا وعندنا اسئله كتير لسه. طيب يمكن السؤال السرعه حظنا كان وحش فيه. كارين هشام. كارين كارين تعالى يا حبيبي اقف هنا جنب المايك. والتاني جويس بيتر. جويس فين؟ جويس جويس خد يا جويس. جويس وكارن اسمين جمال جدا وهم الاثنين امامير خالص مستعدين. جايه نشطه يعنيها تحدي ونشوف مين اللي هيكسب بقى في سؤال السرعه. جاهزين؟ عارفين سؤال السرعه هيتلعب ازاي صح؟ مش محتاجين نراجع، اهم حاجه صوت عالي قوي واجابه صح. اوكي نقول السؤال بيقول من هو الملقب بكاروز الديار المصريه؟ مين الكاروز بتاع الديار؟ مين اللي خدم في مصر ومين اللي عرف المصريين المسيح؟ مالي مرقس الرسول، بطرس الرسول، متى الرسول؟ كاروز الديار المصريه معروف قوي ده. ده حبيبنا كلنا. مالي مرقس الرسول، بطرس الرسول، متى الرسول؟ ها جويس كارن اي حاجه. طيب طب لو مش عارفين ممكن نخمن نقول اي حد. عندنا مالي مرقس وعندنا بطرس الرسول ومتى الرسول. بولس الرسول. بولس الرسول. جويس عندك اجابه برضو؟ زيها بولس الرسول. يبقى نديهم فرصه ثانيه على مبشره. طبعا هو ماري مرقس الرسول. ماري مرقس الرسول طبعا وهو كاروز الديار المصريه، هو اللي بشر. تمام. هو اللي عرفنا ربنا والمسيح وهو اللي كتب انجيل مرقس على فكره. طيب معلش احنا عندنا فرصه ثانيه ليكو ودي اخر فرصه. نشوف معاهم هنعمل ايه. عايزين نجاوب بقى اسئله سهله قوي بس عايزين نجاوب ونركز. ماشي يلا جويس. هو احد الاصفار على اسم سيدة في الكتاب المقدس. في سفر على اسم ست، على اسم واحدة سيدة. اسم إيه السفر ده؟ اسمه إيه؟ رفقة ولا الأم دولاجي ولا رعوث؟ سفر من أسفار العهد القديم كده كان على اسم حد من الثلاثة دول، كان على اسم رفقة ولا كان على اسم الأم دولاجي ولا على اسم رعوث؟
نخمن طيب؟ مش عارفين قوي؟ طب نخمن، واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ واحد رفقة، اتنين الأم دولاجي، تلاتة رعوس. مفيش حاجة كده نقرب بيها شوية؟ تلاتة؟ تلاتة رعوس، صح! بجد؟ صح يا أم لا بجد صح بجد الإجابة دي مين اللي جاوبت؟ جاوبت كارن صح كارن تعالي جنبي برافو عليكي يلا برافو عليكي يا كارن كارن كسبت معانا جوي سيدي المايك على بسرعة بسرعة وارجعي اقعدي مكانك تاني بنشكرك جدا فين كارن؟ اقعد بسرعة هنا جنبي كارن كسبت معانا وجاوبت صح يا أم شارة رعوس طبعا صفر بالعهد القديم على اسمها وهو ده السؤال بتاعنا أنا جاني لحظة حسيت ان انا هنروح بال 12 مجموعه زي ما هم احبطت انت احبطت قلت هنروح مش هنخلص سرعه لا لا بس كارن بقى فاجئتنا كارن فاجئتنا ويلا بينا بقى كارن انت عندك كام سنه 8 سنين كام 8 سنين 8 سنين اسمك كارن عندك 8 سنين انت في سنه تانية ولا ثالثه ثالثه ليكي هوايات ده يعني بتلعبي مزيكا بترسمي بترنمي بتلعبي رياضه بلعب رياضه بتلعبي رياضه جميل خالص عندك معلومات حلوه ويلا بينا عشان تكسبي بقى معانا يلا مع عنك المايك خليكي يا كارن خليكي مكانك احنا عندنا مسابقه دلوقتي هنلعبها مع بعض زي ما جاوبنا اول سؤال كده سؤال السرعه عندنا اسئله تانية كتير برضو هنحاول نجاوب عليها ولينا اختيارات وان شاء الله تعرفيهم كلهم جاهزه كده متحمسه انا مبسوطه قوي بابتسامتك ونفسي تكملي معانا وان احنا كنا نفرح بيكي كلنا في اخر المسابقه يلا نشوف عندنا كام مجموعه عندنا مجموعات كتيره وعندنا 12 مجموعه 12 مجموعه اسئله بتختاري لي واحده منهم عشان نشوف الاسئله بتاعتها اخبارها ايه عندنا من رقم 1 لرقم 12 تختاري رقم كام 7 7 حلو خالص يبقى احنا اخترنا رقم 7 انا شاطر تحب الرقم ده جدا فاكر فاكر الحلقه اللي قبل اللي فاتت كانت فعلا فيها رقم 7 طيب رقم 7 ده المجموعه اللي احنا اخترناها يا كارم معاكي يلا بقى نشوف المجموعه دي فيها اسئله اخبارها ايه بس عندنا الاسئله دي بيسالها لنا اصحابنا الجمال خالص اول سؤال مين بيساله لنا سمكه مين بيسال اول سؤال سمكه يلا نشوف السمكه اول سؤال تسال تقول لك ايه نسمعها يلا نسمعها ايه اسم الآلة اللي بنستخدمها في الألحان في الكنيسة؟ الجيتار؟ الدف؟ الرق؟ والوقت ابتدى يا كارن اتكلم على آلة بتستخدم في الألحان في الكنيسة بنضرب بيها كده عشان نستعملها في الألحان الآلة دي اسمها ايه؟ اسمها جيتار؟ ولا اسمها الدف؟ ولا اسمها الرق؟ الدف الدف متأكدة؟ مبسوطة ها؟ عشان هي إجابة صح طبعاً تعيش أبيض قوي قوي كارن برافو عليك يا كارن إجابتك صح طبعاً دف فعلاً هو الإجابة الصح الدف ده هو اللي بيستعمل في الألحان وكمان في الترينتو صح؟ الدف والترينتو دول أكتر آلتين بنستعملهم في الكنيسة في الألحان طيب ندخل على السؤال اللي بعد سؤالنا اللي بعده مين بيسأله بياكل جزر اسمه إيه؟ الارنب برافو عليك اسمه الارنب نسقف جامد جدا لاصحابنا اللي قالوا ارنب ونشوف الارنب دلوقتي يطلع بسرعه يقول لنا السؤال الثاني في مجموعتنا ايه ثلاث تلاميذ لقبوهم بالاعمده وهم بطرس ويعقوب ومين كمان يوحنا ولا يهوذا ولا متياس والوقت ابتدى السؤال بيقول إن في ثلاث تلاميذ اتلقبوا بالأعمدة. الثلاثة دول دايماً بيجوا ورا بعض، بطرس ويعقوب ومين؟ بطرس ويعقوب يوحنا ولا بطرس ويعقوب يهوذا ولا بطرس ويعقوب ومتياس؟ سهلين كده بيجوا ورا بعض، بطرس ويعقوب ويوحنا ولا بطرس ويعقوب ويهوذا ولا بطرس ويعقوب ومتياس؟ يهوذا؟ يهوذا؟ بطرس ويعقوب يهوذا؟ لا مش ماشية طب قولي لنا إجابة أخيرة يلا يا كارن بيخلص الوقت خلص قولي أي إجابة يعقوب ويوحنا ولا بطرس ويعقوب ويهوذا ولا بطرس ويعقوب ومتياس إجابتك الأخيرة إيه؟ يلا يا كارن يلا أنت ممكن تقولهم لي يوحنا يهوذا متياس يوحنا 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 طبعا يوحنا صح الجواب جامد أوي 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 برافو يا كارن شاطرة، على فكرة أنتِ عارفة الإجابات بس أنتِ يعني عايزة شوية ثقة كده، أنا ده غلط يا اتنين وآية 9 يقول كده بطرس ويعقوب ويوحنا هم الأعمدة ودول ملقبين بأعمدة، صح كده؟
حتى لو ما كناش عارفينها اتاكدنا دلوقتي منها وعرفناها وحفظناها كل اصحابنا حتى اللي مش عارفينها في البيوت بنتعلم مع بعض معلومات جميله وجديده. سؤال القرد. قرد كل اصحابنا بيقولوا قرد ها؟ يبقى دلوقتي سؤال القرد في اجماع بقى على القرد ده. تعالوا نشوف القرد الشقي ده هيسال كارين بياكل موز. برافو عليك. اسال كارين يقول لها ايه. نشوف ونسمع. مين هو النبي اللي جعل الحديد يطفو على المية؟ دانيال ولا صموئيل ولا إليشع؟ وقت ابتدى. السؤال بيقول مين هو النبي اللي جعل الحديد يطفو على المية؟ كان دانيال النبي، صموئيل النبي ولا إليشع؟ يلا الوقت بيجري. ها موجودة في العهد القديم خالص دي، موجودة في ملوك الثاني والإصحاح السادس أي ستة. لكل أصحابنا برضو يراجعوا القصة ويعرفوا مين الشخص ده. أي إجابة بسرعة الوقت خلص. يطفو على المية. ها معجزة طبعا. ها مين؟ يلا أصحابنا بيشجعونا وبيساعدونا نقول إيه؟ إليشع. دانيال، صموئيل، إليشع. 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 قالت إليشع والإجابة دي إجابة مظبوطة جدا. أنا عايز أشكرها جامد أوي زمان. كارن احكي لي بقى كده عن نفسك شوية. تنشنتي؟ خايفة؟ احنا جاوبنا ثلاث أسئلة ها؟ قربنا نكسب؟ نكسب؟ نشجع؟ يلا نشوف سؤالنا الرابع ايه؟ سؤالنا الرابع ده بقى رابطة طويلة قوي. اسمها ايه الرابطة طويلة؟ اسمها الزرافة. تعالوا نسمع الزرافة تقول ايه لكارن؟ تاكل الشجر. كم أسبوع؟ برافو. في ال 11 شهر نسمع 52 اسبوع ولا 44 اسبوع ولا 36 اسبوع؟ كم اسبوع؟ الوقت ابتدى. الزرافه اللي اتغفى. كم اسبوع في ال 11 شهر؟ عندنا كم شهر؟ عندنا 11 شهر. كل شهر فيه كم اسبوع؟ عارفه يا كارين كل شهر فيه كم اسبوع؟ كم اسبوع في الشهر؟ سهله دي. كم أربعة. أربع أسابيع في كل شهر. طب لو 11 بقى هنعمل إيه عشان نحسب 11؟ نعمل هنعمل إيه؟ أربعة. أربعة. 11. أربعة وأربعين. إجابة مظبوطة. برافو. طبعا جامد يا كارن. برافو. وانا جدا جدا عشان هي كده جميلة وأمورة وبسيطة لكن بتجاوب صح وبتبهرنا. تمام كارين، احنا جاوبنا أربع أسئلة والرابع ده كان فيه شوية حساب كده كنا خايفين منه، بس انت جاوبتيه مظبوط طبعا. أربع أسابيع في كل شهر واحنا قلنا 11 شهر، فهنضرب الأربع أسابيع دول أربعة في 11 هيدينا ال 44 اللي قلت لنا عليها. مظبوط طبعا. دلوقتي آخر سؤال في مجموعتنا والسؤال أسد. أسد صعب جدا. ها وده التحدي الأخير في مجموعتنا، عشان كده عايزينك تركزي كويس قوي كل اللي فات حاجة واللي جاي آخر سؤال بنخلص المجموعة. كارين جاهزة؟ جاهزة؟ نسأل؟ خلي الأسد يطلع يسألنا؟ يلا نخلي الأسد يطلع يسألنا السؤال الأخير. إيه هو الحيوان المعروف باسم الريم العربي؟ الحصان؟ الغزال؟ القط؟ والوقت ابتدى. ده سؤال في المعلومات العامة ممكن يبقى صعب شوية، نحاول نفهمه كده وممكن نعرف نجاوب عليه. سؤال بيقول ما هو الحيوان المعروف باسم الريم العربي؟ حيوان معروف باسم الريم العربي، الحيوان ده ايه؟ الحصان ولا الغزال ولا القط؟ سؤال صعب مش سهل يا كارن، عايزين كده نفكر كويس قوي وما نتسرعش عندنا وقت. الحصان، الغزال، القط. لو عارفة قولي بثقة، لو مش عارفة نخمن بقى وربنا يستر. ما تقوليش بثقة. الحصان ولا الغزال ولا القط؟ والوقت بيخلص. الريم العربي. يلا أي حاجة. خمني بقى ونتعلمها. غزال. قالت الغزال والغزال إجابة مظبوطة. الريم العربي، الريم العربي ده
هو الغزال فعلا عمشارة وبيتميز بعينه واسعة جدا وعشان كده بيتقال عنه الريم العربي ملقب بكده. برافو عليكي شاطرة وجاوبت صح حتى لو كنت مش متأكدة قوي بس عرفتي تركزي ونشنتي. برافو يا كارن شاطرة قوي مشجعك مرة تانية وعايز أقفلها جامد قوي يا صحابي. تستلم الجايزة من عم بشارة. اتفضلي كارن اول واحد تكسب معانا النهارده. ويا رب ما تكونش اخر وحد يعني. لا لسه عندنا متسابقين كتير عندنا حظ كتير حلو يا رب كل اصحابنا يبقوا شاطرين زي كارن حظهم كمان يبقى حلو. يلا نشوف اثنين متسابقين جداد يا عم شارة لو سمحت نشوف مين يكسب معانا تاني. عايزين نشجع كل اصحابنا تاني زي ما كارن كده كانت شاطره عايزين كله يبقى شاطر زيها ويكسب. فلوباتير جورج. فلوباتير خد يا فلوباتير اقف هنا جنبي. والتاني توماس تامر. توماس يلا يا توماس شجعوهم الاثنين. اتفضل يا توماس جنب انتر مايكل. اقف جنبي هنا انت فلوباتير. ايوه ادوا شكر الكاميرا كده. برافو عليكم. عندنا فلوباتير وعندنا توماس. شايف فلوباتير واقف كده بثقه ازاي ماسك المايك ورافعه لفوق. عايزين كمان توماس يبقى زيه. ودلوقتي عندنا سؤال السرعه. نبص لقدام بص للكاميرا. طيب السؤال بيقول احنا اهم حاجه عندنا نجاوب بسرعه الاجابه صح طبعا وبصوت عالي في المايك عشان نعرف مين جاوب فيكم الاول. السؤال بيقول انواعه بلدي وقرنفل وعصفور الجنة. ايه هو ده بقى؟ الخشب ولا الورد ولا الخضار؟ الخضار. الخضار. فلوباتير عندك اجابة؟ البلد قصدي الاختيارات خشب ورد خضار. يعني دي انواع ورد. ايه؟ دي انواع ورد. اجابة مظبوطة طبعا ورد. برافو عليك. ارجع بسرعة تاني حط المايكات. تعالى يا فلوباتير هات يا توماس اتفضل مكانك. هتقعد مكان كارين وكارين هتقعد مكانك. عصفور الجنة كلها انواع من الورود عشان كده احنا بنقول دي حاجات انواع انواع لكن ايه هو ده اللي بنقول على انواعه ده هو الورد. برافو فلوباتير بنشكرك ميرسي خالص. فلوباتير ازيك؟ ازيك؟ احنا من شويه سمعناك وانت بتقول لحن جميل خالص وحظك حلو اهو كمان انت شاطر وجاوبت اجابه جاوبت سؤال السرعه فبتتسابق معانا النهارده. نتعرف بيك كويس. احنا عرفنا ان انت عندك 8 سنين صح؟ وفي سنه كام في المدرسه؟ في داخل تانية. داخل تانية هايل خالص. طب يلا جاهز بسرعه مع انكل مايكل اختار رقم مجموعه ويلا بينا. انا فلوباتير استنى احنا الاول نطلع المجموعات الاول. عندنا مجموعات كتير قوي زي ما احنا متفقين. عارف المجموعات كام مجموعه؟ 12. تعال ننزلهم كده. نزلوا. طيب عندنا بقى مجموعه واحده اتاخدت هي مجموعه رقم 7. ام شاره بيحب قوي رقم 7 ده واتاخدت خلاص. فاحنا عندنا من 1 ل 12 بس نشيل 7 نختار اي واحد تاني. نختار كام؟ 8. وبحب 8 قوي يا انكل مايك. فاكر 8 ده؟ فاكر. دي قصص معاك يا ام شاره. رقم 8 دي مجموعه اللي فلوباتير اختارها لنا ويا رب اسئلتها كلها تعرف تجاوب عليها فلوباتير. جاهز؟ جاهز. استعد. راجل بتاع الحان قديم بس عندنا معلومات كتير غير الالحان نفسنا برضو تجاوب لنا عليها. يلا يلا بينا. مجموعه الثامنه اول سؤال مين بيساله يا اولاد؟ مين بيساله؟ سمكه. اول سؤال السمكه. يلا بسرعه نشوف السمكه. اول سؤال في المجموعه الثانيه تسال فلوباتير وتقول له ايه؟ فلنشكر صانع الخيرات نقط الله المحب الرحوم الصالح. والوقت ابتدى. سؤال سهل. الصالح الصالح. فلنشكر صانع الخيرات رحوم الله. رحوم الله. شوف لما نسمعها كده تبقى سهله صح؟ طيب طبعا دي صلاه الشكر. اجابتك مظبوطه. برافو. جامد قوي في التفكير. جامد قوي. فلوباتير عندنا 30 ثانيه مش عايزينك تتسرع عايزين كل الاسئله كده تبقى بالراحه وتجاوب صح عشان ما تغلطش. ماشي متفقين. عندنا السؤال التاني حد جميل قوي بيساله لنا لونه ابيض وصغير كده وفي منه رمادي على فكره. وفي منه بحب الابيض بتاعه بشكل. وفي منه كرو يعني شانجان اللي هو شانجان. بيضرب كده الوان الوان في بعضها جزر يعني ده الحاجه اللي متفقين عليها. ارنب. اسمه ايه؟ ارنب. اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ المايك. ارنب. ارنب. تعالوا نشوف الارنب. السؤال التاني فلوباتير يكون ايه؟ نركز ونسمعه. بيعتبر من المواد الصلبه اللي بتطفو على الميه هو الزجاج ولا الحديد ولا الخشب؟ والوقت ابتدى. حاجه بتعوم على الميه. يعتبر من المواد الصلبه يعني ناشف لكن بيعوم على الميه. خشب. زجاج حديد خشب. خشب. خشب من الحاجات الناشفه اللي بتعوم على الميه؟ لا 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 ايه اللي بيعوم على الميه؟ خشب ولا الزجاج ولا الحديد؟ خشب. خشب.
لكن ازاز ما يعومش على الميه. ولا الحديد صح تقيل قوي على الميه، لكن الخشب يعوم على الميه. طبعا اجابه مظبوط. عايزك تخلص دوت. برافو فلوباتير، مش عايزك متردد. طبعا الاجابه مظبوطه، الخشب، وعشان كده المراكب الضخمه العملاقه الكبيره بتكون مصنوعه من الخشب، عشان كده مهما كان حجمها كبير لكن بيكون ليها القدره ان هي تعوم فوق الميه، صح كده يا عم بشاره؟ بس ليها حسابات تانية، العمق اللي هو المسطح العايم، يعني في مراكب معموله من حديد بس برضو بتعوم لان ليها حسابات تانية. طبعا انما لو حته حديد رميناها على الميه هتغرق، تقع على طول. طبعا خشب هو المواد المعروفه جدا، هي حتى كان حجمها كبير لكن بتقدر تطفو على الميه. برافو عليك فلوباتير. مكملين اسئلتنا، ودلوقتي سؤالنا الشقي قوي. عارف الشاي ده بتاع مين؟ بيعمل ايه؟ بيطلع فوق الشجر كده شاي قوي. اسمه قرد. في ناس قالت ارنب، في ناس قالت قرد. لازم بقى نحكم بقى حد واحد. أرنب ولا قرد؟ قرد. في إجماع على القرد، خلاص يبقى القرد هو اللي هيقول السؤال التالت. تعال نندع على القرد ونخليه يجي بسرعة يقول لنا سؤالنا التالت ونسمعه. يا قرد يلا نسمع القرد. ما هو صوت النمر؟ صليل ولا نعيب ولا دردرة؟ والوقت ابتدى. طيب ده سؤال في أصوات الحيوانات، ما نتسرعش لأن ممكن السؤال يبقى شكله غريب وصعب، لكن إحنا لو شيرنا كده الحاجات اللي إحنا عارفينها هنقدر نعرف بسهولة قوي الإجابة إيه. صوت النمر هو صليل ولا نعيب ولا دردرة؟ في حاجات عارفينها أكيد مش هي، فدي نبعدها خالص. وفي حاجة ممكن نبقى شاكين فيها، نقول إيه؟ عندنا صليل وعندنا نعيب وعندنا دردرة، فيش صرصرة. يلا الوقت بيجري. صليل نعيب دردرة فلوباتير. صليب. ايه قلت لي؟ ايه نعيب ولا ايه صرصرة؟ طيب راحة كده خالص، قول لي قول لي اجابة اخيرة. احنا عندنا صليل وعندنا نعيب وعندنا دردرة، واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ صليل نعيب دردرة، واحد اتنين تلاتة. دردرة. دردرة رقم تلاتة، اجابة اخيرة دردرة. إجابة أخيرة كانت دردرة، ودردرة هو صوت النمر. مبسوط؟ طلعت صح، دردرة مش صرصرة. دردرة هو صوت النمر، حتى لو ما كناش نعرفها احنا بنتعلمها، بس في حاجات سهله قوي نشيلها. صليل، صليل ده سهل قوي، صليل ده الحصان، ها عارفين ده. صهيل. صهيل. قلت ايه؟ صليل. لا صليل دي حاجه ثانيه. صهيل خالص عشان اعرف صوت الحصان. ايه ده يا فلوباتير بتقول ايه؟ شلت في المايك. شلت صليل وشلت نعيب. عشان كنت عارف الصليل ان هو صوت الحصان. برافو عليك. لا الصهيل صوت الصهيل صوت الحصان، بس حتى وهي قريبه فيعني صليل السيوف. كويس ان انت شلتها خالص، هي صليل السيوف فعلا. طيب حلو خالص فلوباتير، مكمل معانا اسئلتنا. انت لغايه دلوقتي بتجاوب حلو خالص، واحنا جاوبنا اجابه الشقي الصعب اللي بيلخبط ده اللي هو القرد، بس لسه عندنا سؤالين صعبين. واحده طويله قوي اسمها ايه؟ اسمها زرافه، هنجي لها دلوقتي. ده سؤالنا الرابع. جاهز؟ جاهز للزرافه؟ دي صعبه جدا وطويله. يلا نشوف الزرافة الطويلة تسأل فلوباتير تقول له ايه. نسمعها. هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمة من بلاد مؤاب، يا ترى العبارة دي اتقالت لمين؟ لبعز ولا للشيوخ ولا لكبير الحصادين؟ والوقت ابتدى. طيب دي عبارة موجودة في سفر الرعوث، بنقول ان العبارة دي اتقالت لمين؟ العبارة دي كانت بتقول ايه؟ هي فتاة مؤابية قد رجعت مع نعمي من بلاد مؤاب، اتقالت لمين العبارة دي؟ لبوعز ولا للشيوخ ولا كبير الحصادين؟ فلوباتير عندك اجابة؟ ايه؟ الشيوخ. متأكد؟ انت واثق من نفسك قوي وطلعت كده وعملت كده للشيوخ مش لبوعز ومش لكبير الحصادين، ها؟ متأكد؟ ماشي. دايما قلنا هي موجودة في سفر رعوث، ورعوث 2 آية 5 و 6، نراجعها تاني بقى عشان إيه؟ نتأكد من الإجابة الصح. القول ده اتقال لبوعز مش للشيوخ. ما
تضايقش، برافو عليك انت شاطر خالص. انا عايز اقول لك رائد، لا عشان انت شاطر قوي يا فيلوباتير، جاوبت كل الاجابات صح وكان عندك ثقه جميله، بس كان نفسنا تكمل معانا، لكن دايما في اسئله بتلخبط شويه، عهد القديم ممكن يكون بيلخبط شويه، وده فرعوث، احنا بنشجع بعض ان احنا نقراه ونعرف الاجابات الصح دي عشان نذاكرها ونعرفها بعدين، صح يا مشاره؟ تمام طبعا. خلاص يبقى ناخد بقى، عندنا اسئله ثانيه. عندنا اسئله ثانيه، بس قبل ما نكمل ونشوف بقى الاسئله والمتسابقين الحلوين اللي معانا، هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني. استنوا هنا، رايحين على فين؟ خليكوا ويانا يا حلوين. عم بشاره موجود ما مشيش، كلها كام ثانيه وراجعين. الأربانة بتبقى مدورة وعندها صليب عاملة زي العيش، يعني طعمها حلو رهيف كده، رهيف. فيها خمس تخرام، في تلاتة اللي هما دبوس وواحدة الحربة والتانية إكليل الشوك، مكتوب عليها حاجة بالإبت. رجعنا حبايبي الحلوين بعد الفاصل. النهارده كان عندنا كارين فازت، كارين كسبت معانا لغايه دلوقتي. اتمنى في الوقت اللي باقي من الحلقه مايكل يكون معانا ولو فاز تاني ان شاء الله. مشاركه اتنين لسؤال السرعه، عندنا لسه ناس كلها متحمسه وعندنا ناس كلها عندها طاقه جميله، يلا نشوف مين فيهم اللي هيكسب معانا. ناخد اتنين، ناخد اسمين دلوقتي. اسمين ماركو مايكل. ماركو مايكل امسك. والاسم الثاني تالين ريمون. تالين وماركو، حلو خالص. تالين يا تالين، خد تالين، اموره خالص. يلا احنا دلوقتي جاهزين على سؤال السرعه. ماركو عارف سؤال السرعه بتلعب ازاي؟ تالين تعالى كده، احنا دلوقتي سؤال السرعه ده لازم نبقى بصوتنا عالي قوي صح، والمايك نقربه من بقنا على قد ما نقدر، ونقول الاجابه اللي نقدر عليها، اللي قدرنا عليها ربنا. صح بقى غلط على قد ما نقدر، يا رب تبقى صح. السؤال بيقول: من الفواكه اللي بناكلها في الشتاء وليها نفس لون البرتقال؟ ليها نفس لون البرتقال، ها، وهي بناكلها في الشتاء، اسمها ايه بقى الفاكهه دي؟ تبقى المشمش ولا تبقى الكانتالوب ولا تبقى اليوسفي؟ اليوسفي. الاثنين قالوا يوسفي وفي وقت واحد، تهيألي وقت واحد. نعيد سؤال تاني. برافو عليكم قوي قوي، انا مبسوط قوي بيهم. تعالوا سقف لهم يا مان، يا اولاد سقف اصحابنا جامد قوي، برافو قوي. تالين وماركو الاثنين شطار، الاثنين قالوا يوسفي. طبعا هي فاكهه شتويه قوي ولونها نفس لون البرتقال، البرتقاني لونها برتقاني. هي اصلها يوسف افندي.
ما علينا. اللي كان جاب بجد اللي كان جاب زورة من بره فعلا؟ شوف بقى بشرفكك بتهزر. لا بجد كان اسفاي نسبة اللي استورد البذور دي من دي حلوة دي كمان معلومة جميلة عم بشارة حلو نتعلمها. يلا بقى نشوف سؤال تاني للسرعة ونشوف مين هيكسب معانا ماركو ولا التالين. الاثنين شطار قوي والاثنين عارفين إجابات شكلهم. ما هو معنى اسم جوزيف أو جوزيف ها باللغة العربية؟ احنا نقول ان هو باللغة الإنجليزية اسمه جوزيف بس معناه بالعربي ايه؟ معناه يوحنا ولا معناه يوسف ولا معناه يؤنس؟ جوزيف او جوزيف معناه ايه؟ معناه يوسف ولا يوحنا ولا يؤنس؟ يؤنس يوسف 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 اجابه مظبوطه طبعا. برافو يا ماركو بس قفلك جدا ماركو طبعا برافو عليك. برافو يا ماركو قوي قوي يا ماركو. تليم ميرسي خالص اقعد مكانه وهو يقعد مكان ماركو. اقعد مكانك تاني خالص. ميرسي يا حبيبتي ماركو. مبروك كسبت معانا في سؤال السرعة. ماركو انت عندك كام سنة؟ تمانية داخل تسعة. كام؟ تمانية شهر 11 الجاية بقى تسعة. برافو عليك يا رب يبقى عندك 100 سنة. حبيبي انت في سنة كام في المدرسة؟ في أولى داخل تانية. في أولى داخل تانية هايل خالص. أنا مبسوط بيك ويلا مش هنضيع وقت ليكون الوقت ضيق علشان تاخد فرصة وتكسب. بس أنا عاجبني يا بشارة برضه إن ماركو لازم يبقى داخل حاجة يعني سبعة داخل تمانية ولا داخل يعني في حاجات طالع منها وداخل يعني طبعا هو في النص دلوقتي وداخل على المسابقة دلوقتي كمان. ماركو جاهز مسابقتنا؟ أنا شايفك متحمس كده وواثق من نفسك ودي حاجة جميلة جدا نبتدي بيها وتفرحنا كده وتخلينا عندنا ثقة. يلا نشوف عندنا مجموعات كتير قوي يا ماركو صح؟ عندنا 12 مجموعة 12 مجموعة من الأسئلة وعندنا مجموعتين اتاخدوا 7 و 8. أي مجموعة تانية ممكن تختارها لي ما عدا 7 و 8؟ 10. فاكر الرقم ده أنت؟ بحبه جدا. بس حلو قوي أصحابنا كلهم داخلين على الأرقام الكبيرة على طول. داخلين على الجامد يعني. طبعا بصوا بقى على واحد واثنين الحاجات دي. بيشوفوا أسئلة دسمة عندهم رؤية لقدام إن الحاجات دي هتبقى أسهل. يلا نشوف مجموعة العشرة مع ماركو يا رب أسئلتها تبقى سهلة وجميلة وماركو يكون عارفها كلها. ماركو جاهز؟ نشوف الأسئلة بتاعتنا. بدايتنا إيه؟ بدايتنا السؤال الأول بتسأله لنا السمكة. بص أصحابنا كلهم عارفين السمكة أول سؤال وأسهل سؤال يا رب يبقى سهل خالص. يلا يا ماركو نسمع ونشوف السمكة تقول لك إيه؟ يلا بينا. أنا الرب نقط الممسك بيمينك إلهك مخلصك خالقك. والوقت ابتدى. يعني دي آية في الكتاب المقدس هي موجودة في إشعياء والآية بتقول هنكملها. أنا الرب نقط الممسك بيمينك. أنا الرب إلهك الممسك بيمينك ولا أنا الرب مخلصك الممسك بيمينك ولا أنا الرب خالقك الممسك بيمينك؟ مخلصك. مخلصك الممسك بيمينك؟ آخر كلام. خايف من يقولوا الاختيارات تاني بسرعة عنك المايك. الآية بتقول أنا الرب إلهك مخلصك خالقك الممسك بيمينك. إلهك. أنا أنت رب بتسأل إلهك. ولا بتجاوب؟ ها آخر اختيار قلت إيه؟ ها أنت قلت إيه دلوقتي؟ إلهك. إجابته إلهك يا مايك. إلهك. شوفها صح إجابت. ولا غلط؟ الشاي 41-13 يقول أنا الرب إلهك الممسك بيمينك. جاوب مظبوط. خمسة ألف جامد أوي. رب ماركو. احنا بنحب اول سؤال دايما يبقى كده فيه ثقه شويه. معلش احنا ترددنا شويه بس في الاخر جاوبنا صح. انا الرب الهك. ونراجعها في اشعياء زي ما قلنا 41 ونشوف اجابه الاسئله ايه. ماركو ركز كويس قوي. لا هو ثقه كده في اجاباتك. ونشوف السؤال الثاني هيقول لك ايه. السؤال الثاني مين بيساله يا اولاد؟ مين عارف؟ الارنب. اسمه ايه؟ اسمه ايه صوت عالي يقوله؟ الارنب. الارنب. ها الارنب. كله اجمع الارنب. يبقى نسمع الارنب ونشوف هيقول لك ايه يا ماركو. نسمع يلا بينا. مين يقول لي المادة الأساسية اللي بتدخل في صناعة الزجاج؟ الرمل ولا المية ولا النيكل؟ والوقت ابتدى. النيكل. صناعة الزجاج. الزجاج اللي هو الإزاز. بنصنع الإزاز من إيه؟ في مادة رئيسية كده بتخش فيه، رمل ولا مية ولا نيكل؟ رمل. رمل ولا مية ولا نيكل؟ نقول إجابة أخيرة كده وبثقة بقى. هنقول إيه؟ عشان بلاش نقول اجابات مختلفه. ماركو اديني اجابه عشان عم بشاره يقفل ساعه ونقول خلاص. قول. رمل. رمل. قفلنا الساعه. الرمل دي ماده بيصنع منها الزجاج
كانش متاكد قوي، انا كنت حاسه متردد قوي. ماركو خايف يا ماركو من الاجابه دي هتطيرنا بره المسابقه، او خلينا نكمل. والاجابه دي تخلينا نكمل طبعا. برافو عليك طبعا، رامي صح. انت قوي قوي ماركو، انت جامد. مرة مايكل مجموعة من الجنود على ساحل بحر كده، ولعوا شوية نار فوق الرمل، كانوا تقريبا عايزين يعني يسخنوا حاجة. بعد ما خلصوا ولعوا النار لقوا الرمل تحت، في الرمل في مادة سائلة شفافة كده، ودي كانت بداية اكتشاف الزجاج من الرمل. وفعلا هي مادة رئيسية وبنصنع منها الرمل. اللي مش عارف طبعا دي معلومة لازم كلنا نبقى عارفينها، مادة رئيسية هي الرمل. حلو خالص. احنا دلوقتي دخلنا السؤال الرقم 3 صح؟ شيء او بقى التالت ده اسمه ايه الشيء يا جماعة؟ اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ قولوا لي. اسمه القرد. ها ده القرد، السؤال التالت اللي هو الشيء اللي بيلخبط شوية. يلا نسمع ونشوف القرد يقول لنا ايه. مين هي زوجة أخاب الملك؟ استير ولا إيزابيل ولا رحاب؟ والوقت ابتدى. ها طيب السؤال بيقول زوجة أخاب الملك هي مين؟ عندنا ثلاثة، استير إيزابيل ولا رحاب؟ رحاب. زوجة أخاب الملك استير إيزابيل رحاب، قلت ايه؟ الوقت بيجري. أستير إيزابيل ولا رحاب هي زوجة أو زوجة أخاب الملك؟ رحاب. عارفين ولا مش عارفين؟ هو قال رحاب، وإن كنت شايفه بيسألك يعني رحاب. رحاب؟ فأنت نعتبرها إجابة ونشوفها صح ولا غلط. رحاب. إن الوقت خلص. إجابتنا كانت رحاب، وقتنا خلص للأسف. إجابة طبعاً مش مظبوطة. معلش. إجابتنا طبعاً هي إيزابيل، هي زوجة أخاب الملك. حتى لو مش عارفين عهد القديم ممكن في قصص كده تقع مننا أو نتلخبط في أسماء، بنراجعها مع بعض، نفتكرها مع بعض ونحاول نقراها تاني. إحنا بنشجع دايماً بعض إن إحنا نقرا القصص دي تاني عشان نعرف الأسماء ونعرف اللي حصل في القصص والمغزى بتاعها، ونتعلم منها كلام كتير وكلام حلو خالص ينفع لحياتنا حتى اليوم. صح كده يا مشارة؟ تمام. للأسف هارد لك بقول لك، بس أنت وصل السؤال الرابع يا مايكل. نشجعوا يا أولاد. نسقف جامد قوي ماركو. مايكل وقتنا تقريبا قرب يخلص، ما عندناش غير فائزة واحدة هنقول اسمها بعد لحظات. إنما قبل ما نقول ولا نقول مين اللي فاز معنا النهاردة الأول، احنا فعلا يا عم بشارة ما كسبتش معنا غير واحدة بس، فرحتنا جدا النهاردة، هي كارين. حبايبي وصلنا دلوقتي لسؤال حلقة النهاردة، فرصة تانية للفوز للفائزين في البيت، للي بيتفرجوا علينا في البيت. سؤال النهاردة بيقول كيف أنقذت الملكة أستير شعب الله من الموت؟ السؤال مرة تانية، كيف أنقذت الملكة أستير شعب الله من الموت؟ اعرفوا الإجابة الصحيحة، ابعتوها على صندوق بريد 3049 مدينة السلام القاهرة، وما تنسوش تكتبوا على الظرف برنامج عم بشارة على الهوى. على نفس الإيميل أو صندوق البريد مستنين صوركم عليها، أسماءكم وأعياد ميلادكم، علشان نقول لكم كل سنة وأنتم طيبين. الوقت خلص يا مايكل. دايما وقتنا الحلو بيخلص بسرعه وبيمر بسرعه عم بشاره، بس بنشكر كل اصحابنا اللي شرفونا النهارده في حلقه النهارده في الجنينه الجميله اللي احنا قاعدين فيها النهارده دي، وكل اصحابنا الجو الجميل ده اللي انبسطنا بيهم. هم كمان بيتهيألي انبسطوا وهيصوا، لعبنا كتير النهارده وكمان اتسابقنا وسمعنا قصص وحكايات، ودي اجمل حاجه ان احنا دايما نبقى مع بعض في مكان واحد وننبسط دايما مع بعض. عم بشاره بشكرك جدا وبشكر كل اصحابنا في حلقه النهارده، ونقول لكل اصحابنا دلوقتي في البيت ايه؟ باي باي، نشوفكم الحلقه الجايه. باي باي. أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار، يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار.
أنا مبسوط علشان نجار زي القديس يوسف البار يوميا بعمل صلبان بخشبة وخشبة ومسمار رايح فين؟ ماشي استنوني المرة الجاية باي يا حبايب عمو بشار لسه بدري